throw it up. Start twerking like Molly. Oh yeah. Twerking like Molly. هلا والله شباب، شكرا ان شاء الله زين وياكم على قناه على جيمز كلر. رجعت لكم بفيديو جديد، واليوم عندنا موضوع جنوني، موضوع رهيب خرافي، يعني ما يصدق. اول مره يصير وياي من العب هاي المعركه سيرش الماتش الاوبوينت. المهم فاقريتي دخلت بالتوصلاني، واخيرا شفت راكن درويت على اسم القناة القديم. فهل هجل الاخرها شوفوا شنو عد خاصي. طبعا هسه بس انتظر اللعبة تتعب. مثل ما تشوفون انا لفل 8، هو لفل 8، هو لاعب اسمه توركو، وانا اسمي راكن درويت. انا كلان تروي، ما احب يدخلوا وياه، هذا كلان رهيب جدا. وهاي صورته مثل ما تشوفون. فبدت اللعبة، انا جيت اذبحه مطار عم اخسر الاكسير، فهو جاب لي السبير جوبلين. السبير جوبلين انا كنت استخدمهم، بس هسه بهاي الهجمات حاليا ما قاعد استخدمهم، لان مو كل شخصية. فهاي الهجمة قاعد اشوفها افضل، يعني ما ابي السبير جوبلين، بس يعني تسوي شغل حلو يعني. فذبحت الماس كثير، ماس كثير. طبعا هو ذا بلي عشر زر مثل ما تشوفون. هسه هاي اول شيء صراحة سباركي، ادري سباركي يا شباب، سباركي. شوفوا شلون راح نتعامل ويا سباركي، واسهل طريقة على مستشفى سباركي بكل سهولة. شوفوا المقطع، على ما تعرفون شلون تكتب سباركي بكل سهولة. هسه مو هي هاي الطريقة شلون تكتب سباركي بكل سهولة، راح اعلمكم الطريقة الاسهل. وقل لكم الجيش لا سهل قتل السباركي، سوى ذا بلي عايش وزل تعب سليلا سوزل وكلش قوي. هو عنده 2 بطاقات لجيش، واللي هي سباركي ولا سوزل بطاقات يعني زينة. بس سباركي من لعبته هذا الولد ما ضايت احبه سباركي، مو يعني اقول لكم انها بطاقة ضايتة، بس هذا الولد ليش ما حبيت، لان ما يعرف يستخدم سباركي بالصورة صحيحة. فشوف شلون تعطل سباركي، مثل ما تشوفوا دبل سباركي معبي، يعني بس اطق بس اطق هاي سو داون دبيت الزاب. شوفوا راح يرجع يشحن من جديد، وهاي تقدر تستغلها على ما تطلب اي واحد عنده سباركي انه يرجع يعبي من جديد. فانت عندك طرق على مود توقف السباركي، اما هي انه الذبله المينيون وال الزاب طبعا كلش مهم، لان الزاب انت من راح تدبها راح يصير هو السباركي مو معبي، راح يرجع رجع مره ثانيه. وهذا اول ساد، بس مش تتوقعون راح تكون فوز الي ام هو راح يجلدني، يعني انا جلده هو يجلدني، ما بيها مجال. تتوقعون؟ وقف المقطع حتى واكتب لي في التعليقات. هو ذا بي وزت ليفل 4، انا عندي بوم تشاور، وذا بي وزت ايضا ليفل 4. صار مو بس يعني قاعد اراويكم شلون تقتل سباركي وقوة سباركي، قاعد اراويكم هم هجمة ذا بي سباركي. سويت انا قبل انا مود لاي روح التور ذبيت لاي، رجع سحب من جديد، واخذنا النجمة الثانية وخلصت المباراة لصالحي. فإلى هنا نهاية الحلقة. هذا كما كان في الموضوع، انه موضوع رهيب انه العب وشخص عنده سباركي. الى هنا نهاية الحلقة، ومع السلامة.